قضية أسوأ. هذه قضية لأمام القضاء لمتهمين فيها 25 شخص. ما متهمش فيها حزب الأصل والمعاصرة، لا كمؤسسة لا كمناضلين لا كقيادة. جوج الأشخاص متهمين، وحنا تنحترموا كلمة القضاء، تنحترموا كلمة القضاء. إلى هاد الناس اللي معنيين بالقضية بين القضاء بأن ارتكبوا هاد الجرائم، فما يمكن لينا حنا اللي نحترموا هاد القضاء. وكما جاء على لسان لا رئاسة المجلس الوطني لا المكتب السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة ما تيضرك حتى شي واحد، وحزب الأصالة والمعاصرة ماشي فوق القانون. قضية إسكوبار، جوج الأشخاص معنيين، هذا لا يعني بأن الحزب معني. وهذه فرصة باش نقول لكم بأن كل حزب الأصالة والمعاصرة بالروح الديمقراطية ديالو تيقبل جميع الانتقادات في مشروعه السياسي، في تنظيمه، في حصيلته كحزب. وانتم نساء ورجال الاعلام، هذا هو دوركم، كذلك هو ديروا التحليل السياسي، ومن حقكم احنا تنطالبوكم باش تقوموا بهذا الدور، لان بعض المرات فاش تنقراوكم حتى حنا تنكتشفوا امور اللي تتعاوننا نصحوا مصادرنا. ولكن تنرفضوا كليا كقياده وكقاعده اي اتهام لحزب الاصاله والمعاصره. راه موثقين معنيين، كاين موثقين معنيين، ولو قريت في شي جريده وحده بان جميع الموثقين معنيين. كاين رجال الامن معنيين، هل هذا يعني بان رجال الامن كلهم معنيين؟ لا، الله يخليكم، حنا تنامنوا بالمسؤوليه الفرديه، واللي دار شي حاجه يتعاقب عليها. واش كان في علمنا بان هاد الناس كانوا معنيين بهاد الاتهامات؟ انا نسولكم، واش نتوما كان في علمكم باش حنا يكون في علمنا؟ شنو هو الفرق بيننا وبينكم؟ نتوما مواطنين، حنا مواطنين، لسنا جهاز امني، وما كان عندنا حتى شي امكانيه باش نعرفوا هاد الشيء، حتى شي امكانيه. يمكن كان شي خلل تنظيمي عندنا، ولكن باش نجي ونقول لكم لا من القياده لا من القاعده شي حد كان في علمه. وإذا تبين بان شي حد اخر معني، كان من حزبنا او حزب اخر او هيئه اخرى، راه غادي يتحاسب من طرف القضاء، وكل واحد يتحمل مسؤوليته الشخصيه الفرديه. انا هادشي اللي بغيت نقول في قضيه اسكوبار. هاد القضيه ما يمكنناش نهضروا عليها بزاف، لان امام القضاء وتنحترموا القضاء، ولكن اللي تنرفضوا جماعه قاعده وقياده هو اتهام موجه لهذه القياده النزيهه ومعروفه بالنزاهه ديالها.